هذا يسأل هل الحجاب تغطية الوجه؟ نعم، تغطية الوجه من الحجاب. الحجاب أن تستر المرأة جميع بدنها، هذا هو الحجاب، أن تستر جميع بدنها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها. والوجه أشد فتنة من غيره، أولى بالستر من غيره لأنه أشد فتنة، فتستر جميع بدنها عن الرجال. قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، من وراء حجاب، حجاب يعني ساتر للمرأة. قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب هو الجلال الكبير الذي تلتحف به المرأة، فإذا جاء الرجال غطت وجهها، أدنت منه على وجهها، غطته، كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنه وبينه بأنه أدنى ثوبه على وجهه لما سئل، أدنى ثوبه على وجهه، يبين للسائل ما معنى يدنين من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن. نعم.